لنعد قليلا إلى هذه الأيام العصيبة التي عشناها وإلى تغطية وسائل الإعلام، إلى أي مدى كانت متواجدة هناك؟ كيف أنتم كذلك عشتم هذه اللحظات؟ البرد، وصلتم النهار بالليل كذلك، دعنا في أجواء العمل، كيف مرت عليكم هذه الأيام؟ نعم جوهرة، كما أسلفت، فطبعا الأمل الذي كان يأتينا من عمق البئر الذي كان يبث فينا ريان كان ينسينا مشقة هذه التغطية الإعلامية. جميع الجهود بما في ذلك رجال الإعلام طبعا المهنيون كانوا يصرون على نقل المعلومة أولا بأول إلى طبعا إلى العالم أجمع، بعد أن صارت هذه القضية تتجاوز الحدود، حدود المنطقة وحدود المغرب، إلى غاية جميع الدول، دول العالم تتابعت هذا الحدث على امتداد الساعات الماضية. الكل تجند بدءا من قوات الدرك، قوات المساعدة، الوقاية المدنية، وكذلك هيئة أو لجنة التتبع والتنسيق التي كانت تعمل هناك، أعلى طبعا سلطات التدبير الإداري هنا بالجهة كانت تحضر إلى عين المكان من أجل تنسيق جهود جميع المتدخلين، الأطقم الطبية وكذلك أطقم الوقاية المدنية، والغاية واحدة كانت هي الوصول إلى ريان على قيد الحياة. بين الفينة والأخرى كانت تساورنا الشكوك حول مقاومة ريان، لكن كنا نحاول التغلب عليها، وكنا نرجح كفة الأمل في أن يتجاوز هذه المحنة، لكن للأسف في آخر المطاف شاءت الأقدار أن يتوفى ريان، ونتمنى أن تكون هذه الوفاة يعني نهاية لجميع مثل هذه الحوادث التي تعرفها ربما بعض المناطق في المغرب، هذه المنطقة بشكل خاص مجموعة من الآبار غير المحمية التي يتم ربما الفشل في إيجاد الماء فيها، فيتم تركها دون طبعا ربما الحماية اللازمة، وغيرها كثير هنا في هذه المنطقة. فنتمنى أن تكون هذه عبرة وكذلك نقطة بداية من أجل محاربة هذه الظاهرة ومحاربة كل ما يتهدد الأطفال مثل الملاك ريان الذي هو طبعا في رحمة الله، ونتمنى طبعا الصبر لجميع المغاربة وعلى رأسهم أبواه اللذان تشبث أيضا بالأمل. لاحظنا كيف كان يتسمران هنا تحت أعيننا في انتظار خبر يفرح، لكن للأسف في آخر المطاف تم إبلاغهم بوفاة ابنهم ريان. فكما قلت بأن جميع الجهود بذلت من أجل تفادي هذا السيناريو الذي كان لا يخطر على بال أحد، الكل كان يتشبث بالأمل إلى آخر رمق، وبالتالي كما قلت فما يسلي النفس هو أن الجهود كلها تضافرت وأن العمل كان جادا، وأن كذلك يعني جميع الجهود، وأن هذه المحنة أبانت عن معدن أصيل للمغاربة في التضامن، وأن كل المغاربة الذين هبوا من جميع المناطق على امتداد كيلومترات كانت سيارتهم ترابط على الطريق، فللأسف خابت ظنونهم وإن فرحوا لمدة دقائق قليلة. حاليا فقط أوجه رسالة لمن بقي هنا في يعني محيط الحفر بأن يغادر، لأن لا فطائل ولا فائدة من وجودهم هنا غير إتعاب فرق الأمنية المتواجدة هنا التي تسعى. لاحظ بأن هناك تحرك للقوات المساعدة والدرك من أجل إخلاء المكان من بضع أو بعض المتحلقين حول المكان. طيب عبد المولى، لا يجدي وجودهم هنا ولا يفيد في شيء. هذه النفق الذي حفر، هل نعلم إن كانت السلطات المغربية ستقوم بإغلاقه؟ لأنه لا أعرف، ربما يمثل خطرا، أليس كذلك؟ لن يبقى بدون حراسة على الأقل الليلة. لا نريد مآسي أخرى. العناصر أو كل طبيعة الحال هذه المسألة ستكون من أولويات السلطات هنا، وهو أن يتم التخلص من هذا النفق الذي استحدث طبعا بعد جهود جبارة لإنقاذ ريان. حاليا بعد انتهاء المهمة الخطوة الثانية هي أن تعود هذه طبعا الأكوام من الأتربة إلى مكانها لتفادي وقوع مآسي أخرى، وأكيد أنه حتى ربما المنازل المجاورة سيتم تعزيزها أو نقلها، لأن المسألة أو المنطقة أصبحت
خطرة بشكل كبير، لأنه ربما نحن نتواجد في عين المكان ونلاحظ بالعين المجردة خطورة هذا الفج الذي يوجد في أقصى الإطار، إطار الكاميرا، فهو خطير جدا. ربما سيتم بعد أن من يوم غد، لأن الآليات لم تغادر المكان، ومهمتها ربما في الساعة القادمة إن لم أقل بعد قليل أن تبدأ طبعا بعد إخراج جميع المعدات التي كانت موضوعة رهن إشارة الفرق، وأيضا يعني مهمتها بطمر الحفرة التي كانت متواجدة وكذلك البئر، وربما تنشيط المنطقة بحثا عن آبار أخرى كي لا تقع قصص أخرى لأطفال آخرين أو بالغين آخرين تعقد مسألة الإنقاذ. فبالتالي سبعا هذا مفروغ منه أن عملية طمر هذه الحفرة ستنطلق في الساعات القليلة الماضية القادمة، لكن أولا سيتم طبعا إعادة الجميع إلى بيوتهم سالمين، وأيضا على ما أظن أن الجهود تبذل في الطرقات في الكيلومترات المحاذية من أجل إعادة الجميع إلى بيوتهم، لأنه كما قلت لا طائلة ولا فائدة من وجودهم بعد أن يعني انتهى هذا المسلسل، وللأسف نهاية يعني سيئة وهي بوفاة ريان. كما قلت أن الجهود، كل الجهود بذلت من أجل إعادته وإخراجه على قيد الحياة، لكن مشيئة الله اقتضت أن يغادرنا، وهو الذي تشبث بحسب طبعا الصور والأنباء التي كانت تردنا ربما تشبث بالحياة إلى آخر رمق. لكن كما قلت الظروف الصعبة، الظروف طبعا القساوة، البرد في عمق البئر، وكذلك السقوط من علو 32 مترا ما يعادل 10 إلى 11 طابقا، هي مسألة صعبة جدا لم تدع مجالا أوسع للحياة. وبالتالي نتمنى وأملنا كبيرة ألا يعرض أي للخطر في الأيام القادمة، إن في هذه المنطقة أو في أي من مناطق المملكة.